طيب قال الدرس التاسع وذاك هذه نص الكتاب لأنه فيه 18 درس إذا مد الله في الأجال وفق الأسبوع الجاي إن شاء الله زحيين والله وفق فبنجي نتمه لكن الآن نواصل لحد ما وقت الصلاة. طيب التاسع الدرس التاسع ده ما دار كلام كثير بس بقراه إن شاء الله لو في تعليق بسيط نذكر. قال باب التشهد التحيات وهو التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك هنا كاتب والسلام هي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يستعيذ بالله العوذ اللجوء كما سبق في بيان الأصول الثلاثة في شرحها في دفع الشر وما يخاف منه إلى آخره وما يستعاذ منه. ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم. أربع حاجات التشهد الأخير لو صلاة ثلاثية زي المغرب أو رباعية زي العشاء أو ثنائية زي الفجر. طيب ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. في فتن في الحياة وفي الموت وفتن محيا وفتن ممات. قال ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المسيح الدجال. في ناس نفوه مرة واحدة قالوا لا في مسيح دجال لا في عين وعامل كيف لا في أي شيء. ده اللي بيعكروا الأمزجة واللي بيعكر الأمزجة برضو الناس اللي بيدافعوا عنهم والما بيرضوا الكلام فيهم. والله زول يقول ما في عذاب قبر زي التراب ده تجي تقول للناس يزعلوا يقول لك انت ليه بس الا تجيب الناس يقول لك انت ليه بس الا تجيب الناس هم ليه ما بخلوا الدين ساي الدين ده ليه ما بخلوه ساي نظيف يصل للناس ليه بلخبطوه يلخبطوه ندين هنا على راسه والدين مش نظيف ومبين ضلالهم. امس في مسجد واحد قال لي انت عبد الحي ده ليه الا تجيبه قلت له الزول قال التفجيرات دي من الدين تفجر نفسك في وسط الناس ومهم نقاش طويل جدا وكلام طويل وذكرت له كلام العلماء كالامام النووي في ما يباح من الغيبه ده دين والله نحن نحتسب في الاجر. طب قال ساي بس بنقول حبا في ذكر الناس ده دين في وجر لما نقول التراب قال كذي ورد كذي ده بنحتسب فيه وقلش 10 حسنات اديك لي الله ترد على البرى 10 حسنات والله في اجر ذاته انت قال ازاي لانه من الدين لانه اي حسنه في الدين بعشره من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. وفي ناس الكلام ده ما بيستوعبوه والله الان قد ما يستوعبوه لكن اللي قدام بيعرف اما لقى الناس ضلوا بسبب فلان ولا ولده اختفى وين تصل به ويلقى المفتاح غريب. السلام عليكم ابا آه كيف تمام الحمد لله ان شاء الله نتلاقى في الجنه. يا ولد توين والله في ليبيا ولا الصومال والوداك شنو والله يا عبد الحي قال التفجيرات ما فيها شيء ما فيها شيء ده بيقفل الخط وطوالي بيدعو على منو على عبد الحي قال لنا احنا حذرناه في الدنيا هنا ابا هس يخش اليوتيوب هذا كلامنا ده خليه هس بموبايلك بس نزل رصيد وخش اليوتيوب تلقى عبد الحي جايبه اكتب عبد الحي يوسف تفجيرات يجيبوا لك يتكلم صوره وصوت هو بيتكلم ويجيبوا لك رد العلماء بعد يردوا عليهم ولا تلقوا بايديكم الى التهلك يجيبوا الايات. طيب فديل
ذول بينفي عذاب القبر. يعني الناس دي دفنوها خلاص ما في شيء، الناس دي بس راكدة في القبور ساي بس نايمة ساي، يعني يا ذول معقولة؟ طيب، ومن فتنة المسيح الدجال ثم يتخير من الدعاء ما شاء، يعني بجوز تدعو قبل شنو؟ قبل السلام، ولا سيما أو ولا سيما المأثور من ذلك، ومنه اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كما في حديث معاذ رضي الله عنه، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كما في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. حديث في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم بعد يقول التشهد فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. ده في البخاري ومسلم، ثاني مش عذاب القبر ده ثابت. قال ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، في رواية من شر فتنة المسيح الدجال. فدي شنو؟ بعد ذلك تدعو بما شئت. عشان كده ابن عثيمين قال لما تلقى في الأحاديث دبر الصلاة في شرحه لرياض الصالحين، قال لما تلقى دبر الصلاة في حديث، قال إن وجدت هذا من باب الدعاء فاعلم أنه بين التشهد وقبل التسليم، وإن وجدته من باب الذكر فاعلم أنه بعد شنو؟ التسليم. ما قال له يا معاذ إني أحبك لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك إلى آخره. دبر آخر الشيء، آخر الشيء قد يكون في الشيء ذاته، وقد يكون دبر الشيء آخره يعني برا له آخر، يعني وراه يعني. فقال لك لما قال لي معاذ الحديث ذا فهم منه أن هذا الحديث الذكر، أن هذا الدعاء يقال بعد التشهد وقبل السلام، يعني بعد شهدت واستعذت بالله من أربعة اللي من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات من شر فتنة المسيح الدجال، بعد ذلك بتقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأنه ده دعاء بتقوله في الصلاة ذات وبعد التشهد. لكن اللي بيكون من باب الأذكار بتقوله بعد شنو؟ بعد السلام، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة. دبر الصلاة هنا المقصود جوا الصلاة ولا بعدها؟ بعدها لأنها من باب الأذكار. قال لم يمنعه من دخول الجنة إلا شنو؟ إلا الموت. تم الزمن، وهذا الباب الدرس التاسع، إذا مد الله في الأجال نأتي ونواصل. جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.